ما أكثر الروايات التي وردت في ذم بني أمية وفي الإساءة إليهم، وكلها كما قال ابن القيم كلها كذب، كما في كتابه قال كلها كذب ولا تصح. فأن نحن بيننا وبين هؤلاء المغرضين السند، فإن صح السند أهلا وسهلا. نحن ذكرناها بالأسانيد وبالرجال وحدثناه عن كل رجل من وثقه، هل يستطيع أن يأتينا برواية البيهقي التي فيها وكان يكتب الوحي وأن يأتينا بواحد صححها لهذه الرواية؟ حتى البيهقي لم يقل رجاله ثقات كما يقول في سائر أحاديثه التي ينقلها في سننه، هو يقول روايات عشوائية ثم يقول أنا أريد الإسناد، كيف يكون ذلك؟ أم المؤمنين عائشة تقول عن زمن معاوية: بقيت في خلف كجلد الأجرب، حياة كالجمل الجربان. هذه الحياة في زمن معاوية وفي إتحاف الخيرة. قال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات. فإذا أنا أنقل لك من صحح، أعطني من العلماء من صحح رواية وكان يكتب الوحي، هذا أولا. ثانيا يقول بأنه كتابة الوحي منقبة، إذا اعتبرت أنه والله النبي أعطاه ثقته خلى يكتب الوحي. في الصحاح هناك من ارتد وانقلب نصرانيا وكان يكتب الوحي ولفظته الأرض النبي، لكن متهم؟ لا، مش متهم، لأنه كما نتهم معاوية نتهم هذا الذي صح عنه أنه لفظته الأرض وهو كاتب وحي، هذا في الصحاح. سماحة شيخنا الجعبي حفظه الله يقول أن هناك من ارتد من كتاب الوحي، نقول نعم، لكن هل معاوية ارتد؟ معاوية لم يرتد وهو كاتب وحي، فهذه ليست منقصة في كنت من على غير ارتد، ملة. لكن معاوية لم يرتد عن الإسلام ولم يرتد عن الإيمان، ولم تذكر أي مصدر من المصادر أن معاوية قد ارتد، بل ثبت على صحبته وثبت على إيمانه حتى أتاه اليقين. لو كان معاوية ابن أبي سفيان كاتبا للوحي وعارفا بالوحي وكما يقول جناب الشيخ عبد العزيز فقيه، أليس الفقيه والمفروض أنه حكم الأمة أن يقيم الدين، أن يبين أحكام الدين، يبين أحكام الشريعة، تنتشر العلوم والمعارف الدينية في زمنه، يتعلم الناس، هذا هو مقتضى الحال. إلا أننا إذا ما رجعنا إلى الواقع نجد خلاف ذلك تماما. نذهب إلى البخاري الجزء الأول 133 كتاب مواقيت الصلاة، قال بسنده: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. يعني أصبح المجتمع غريبا بعيد كل البعد عن المعارف وعن التعاليم الدينية.